تغلل على هذا التكوين. نعم. وعضويتها حوالي 22 عضو. نعم. بعضهم رسميين وبعضهم شعبيين. نعم. وكله مهتم بمكافحة المخدرات. نعم. وفيها العنصر الرجالي والعنصر النسوي. نعم. وفيها قليل من الشباب. واعتقد نعم. يعني اللجنة القومية ينبغي في مستقبل تكويناتها ان تضم على الأكبر من الشباب. ممكن هون قصدنا انه الشباب بيروحوا يعني اللي هو الدورة الأخيرة يا بروف من 2005 الآن 7 سنوات تقريبا وأنت رئيس في هذه 7 سنوات. لو قلنا ناخذ في أرقام سريعة في 7 سنوات الماضية أبرز إنجازات اللجنة القومية لمكافحة المخدرات. أفتكر أبرز إنجازات اللجنة القومية لمكافحة المخدرات أنها انفتحت للمجتمع والآن هي تعتمد على الوعي. نعم. على الوعي للمجتمع. نعم. الآن هنالك المجتمع المدني هنالك تكوينات كثيرة جدا في المجتمع نعم. المدني تهتم بمكافحة المخدرات. نعم. عندما أنشأت هذه اللجنة لم تكن هنالك أي جهة في المجتمع المدني تهتم بمكافحة المخدرات. نعم. ولكن نسبة للحديث المتكرر والمتكاثر لهذه اللجنة عن المخدرات وعن تأثيرها وعن مخاطرها أخذ المجتمع وحقيقة المجتمع هو المعني في المقام الأول قبل نعم. الدولة نعم. بمكافحة المخدرات. نعم. وبالتالي هنالك الآن منظمات كثيرة وشبكات كثيرة جدا جدا لانتشار هذا الوعي وبالتالي أصبح المجتمع يهتم بمكافحة المخدرات وأعتقد ده إنجاز عظيم جدا. يعني كان دور اللجنة في 7 سنوات الفات يا بروف إنه بس إنه تنشئ الجمعيات وتشجع على إنشاء جمعيات ومنظمات. لا هي وأنا أتكلم عن هذا تعبير عن رفع الوعي العام. ممتاز. المواطنين. نعم. لأنه أعتقد أهم حاجة تقوم بهذه اللجنة أن ترفع وعي المواطن العام بأن المخدرات خطر. نعم. وده كان ترجمته العملية أن المجتمع سمع لهذا وأخذ يكون منظماته المختلفة. في هذا المجال طبعا أنا أتحدث عن كمية المحاضرات ولا عن الندوات ولا عن اللجان الفرعية التي أنشأتها اللجنة القومية على مستوى الولايات نعم. ولا أتحدث عن الدراسة اللي أجرتها اللجنة القومية في 13 جامعة في الخرطوم نعم. وطلع بنتائج استفادت منها اللجنة في جهدها نعم. فده كله يعني ده كله يعني نعم. يا طيب لكن طبعا إذا غرم نقطة طيبة أصلا هو لما تكونت اللجنة في 2007 يا بروف شنو يعني الفكرة إنه الدولة أو السودان يكون فيه لجنة قومية زي ما أنت أشرت فيها رسميين وفيها غير رسميين معناها في الغالب هي جهدها طوعي نعم يعني لكن هي حاجه رسميه محترف بها باعتبار انه اهتمام الدوله يتصب من خلال هذه اللجنه تقصد نعم. نعم. شنو دور اصلا في المقام الاول يعني بس التوعيه والتثقيف وانه نعمل جمعيات ومنظمات دراسات ولا في حاجه ثانيه اللجنه انشات هذه الدوله وحقيقه انت قلت هي لجنه طوعيه بمعنى شنو نعم. انشات الدوله بقرار لكن نعم. كل اعضاء بما فيهم الرئيس المتطوعين نعم. الدوله ما عندنا مرتبات ولا تصرف عليها الدوله نعم. وعشان كده هي دولة هي لجنة أنا أسميها لجنة يعني حنفص لو صح التعبير يعني نعم. زي البغل لا هي حصان ولا هي حمار نعم. وده طبعا مشكلة نعم. مشكلة لأنه لأنها رسمية نعم. لا تنال دعم من المنظمة العالمية نعم. ومعتمد تعتمد في دعمها على الدولة نعم. وأنشأت الدولة لأنها هي تمثل رأي الدولة وذراع في مكافحة المخدرات نعم. وبالتالي هي الجهة التي تنصح الدولة في كيفية مكافحة المخدرات نعم. وهي التي تنسق الجهد الطوعي في مجال مكافحة المخدرات نعم. وهي اللجنة اللي ممكن تكون هي الذراع التمثل السودان إقليميا وعالميا فيما يخص مكافحة طيب المخدرات. إذا قلنا يا بروف يعني مع احترامنا لك البجيد كل يوم أنت نعم. وأعضاء اللجنة 7 سنوات نعم. ونحن ما قادرين نغني على الجهات المعنية في الدولة إنه تدعم اللجنة حتى تقوم بدورة أكثر أو تحولها لجسم يكون فعلي تنفيذي نعم. هل يعني ده عدم نجاح مننا نحن في اللجنة نقصد ولا أصلا المشكلة ما تستاهل الحكاية دي إنه نعم إن نكبرها كده أصلا ما في مشكلة بتاعت مخدرات في السودان ولا الفكرة شنو ولا أصلا عدم اهتمام أيضا من الدولة بالمقابل لا أنا عاوز أقول لو الدولة ما مهتمة ما بتتكلم المخدرات قضية لما مشيت لجنة نعم. ولكن عندما أنشأت هذه اللجنة نعم. ووضعت في نظام الأساسي مصادر دخلها ما توفر لها الدولة ولكن منذ أن انشأت هذه اللجنة لم توفر لها الدولة ميزانية نعم. ونحن لم نترك حقيقة يعني حجر ما قلبناه من المسؤولين ما حدثناهم عن اللجنة وفي كل سنة نضع ميزانية ولا تصدق هذه الميزانية نهاية. فإذا يعني نحن زي الدولة أنشأت منظمة كالذي ألقاه في اليوم قال له إياك ألقاه في اليوم وقال له نعم. إياك أن تتل بالماء حكاية صعبة طبعا نعم. طيب يعني طيب احنا نخلي الموضوع على جنب لانه قد ناقشنا عنه زمننا كله بيضيع خلينا نخش قوالي نخليه طبعا زمنه ان شاء الله باذن الله تعالى التنسيق بينكم وبين وزاره الداخليه من خلال اداره عامه لمكافحه المخدرات التنسيق بيننا يعني طيب جدا جدا نعم ومتصل وهم الحقيقه يعني مدير الاداره اداره مكافحه المخدرات هو
يعني سكرتير اللجنة أو المسؤول عن اللجنة، سكرتير اللجنة القومية كانت مخدرات. فإذا نحن بناتنا يعني تحية السيد اللي هو حمد الخليفة اللي هو نعم يعني وحقيقة وجدنا دعم كبير جدا من وزير الداخلية حاليا نعم حقيقة يعني نعم ونحن معهم يعني في تنسيق كامل نعم يعني في كل المجالات. طيب طيب كان في الفترة الأخيرة في حديث في الوسائط الإعلامية أنتوا عملتوا دراسة ودراسة كانت نتائجها صاخبة وعملت إشارة لشريحة محددة في وسط محدد أنه الحكاية عندهم صعبة جدا. إذا سمح الكلام من خشم سيدي أبروف. نحن عملنا حقيقة دراسة في 13 جامعة في الخرطوم ونحن ما نشرنا تفاصيل هذه الدراسة وحقيقة ملكنا كل جامعة من الجامعات المعلومات اللي حصلنا عليها في هذه الدراسة وملكنا وبعثنا بالتقرير بتاعنا لرئيس الجمهورية وللنائب الأول ولوزير الداخلية ولجهاز الأمن أربعة يعني من الوسائل بتاعتنا دي أيوة. طلعنا الوسائل بتاعتنا وارسلنا لهم نعم. وانا حقيقه ما عاوز اقول يعني ان احنا جامعاتنا يعني اصبحوا كلهم مخدرين وبتاع مخدرات وكذا، لكن اعتقد هنالك يعني قضيه في الجامعات دي تستحق الاهتمام نعم. والدراسه دي كلها وضحت انه الجامعات التي درسناها هنالك تعاطي للمخدرات نعم بنسب متفاوته بدرجات متفاوتة، لا أقول أنها درجات مخيفة ولكنها درجات تستحق الاهتمام نعم. ومخدرات كثيرة نعم كثيرة وبين الجنسين وإن كان البلد بشكل أقل نعم. ولكن يعني أنا ما عاوز أعطي انطباع كما قلت أن جامعاتنا هي نعم. هي جماعة من المخمورين والمخدرين نعم. أبدا هذا نعم. ليس كذلك. وأذكر في 26 يونيو من العام الماضي في قاعة صدران حاجة شهدت معك اليوم العالمي وانت تكلمت نعم. بنفس في نفس الإطار. الآن الناس بيتكلم عنه يعني الان مخدرات ممكن تكون موجوده في اي مكان نعم. يعني شنو يعني الرسائل ممكن نرسلها الان للجهات المعنيه للاسره للمجتمع في اطار انه حتى نحافظ على ابنائنا ومجتمع يكون خالي من المخدرات بروف. نحن في بيتنا في برنامج بيتنا اذا هذا بعد شويه حتجي البيت البيت نعم. البيت هو المبدا نعم ممتاز لان ينشا الانسان في حضنه نعم. اذا كان الاب والام مثل كويس جدا نعم. للابناء واذا كانوا مهتمين بابنائهم فهم المحضن نعم. اللي يحميهم كذا نعم. هذا يعني لكل أسرة نعم. أن تهتم بأبنائها لكل نعم. أم وأب أن يهتم بأبنائها يعني نقرب عليهم شوية ونركز ونشوف لو عندهم سلوكيات ما يها مفترض نعم. انتبه نعم. الآن افتكر في تطور يا بروف إنه التعامل مع الشخص اللي عنده علاقة بالمخدرات أقصد إنه متعاطي أو نعم. مثلا يسموه الآن معتمد حسب المسميات الجديدة نعم. بتعامل معه كمريض يحتاج العلاج وليس كمجرم نعم. مفترض نعاقبه نعم. يعني إحنا نفرق بين المتعاطي وبين المروي نعم. يعني المتعاطي على الأقل يعني في أوائل مراحله نعم. فهو يعني مريض لكن كثير جدا من المتعاطين يصبح مرويين وأما المروي فهو مجرم فإذا يعني الشرطة وزارة الداخلية بيعالجوهم بطريقتهم الخاصة نعم. أي زول مروي عنده حساب هذا لكن لو بدنا نقول الناس بيتابعونا الآن إذا ولدكم بدأ يتعاطى ما تخافوا في طريقة العلاج في آلية للعلاج نعم طريقة العلاج وأنه يعني ده يعني شيء عادي أن الناس يعني ممكن خطر ممكن يعرض به الأبناء وكذا نعم. وليس فيه عيب نعم. يعني إذا والوصمة والاستجمام ولا وصمة ولا نعم. كذا زي أي شيء ينبغي أن يعني يهتم والناس يسرع العلاج ليس في ذلك عيب. طيب خلينا نختم معك في أقل من دقيقتين يا بروف بكرة الاحتفال باليوم العالمي نعم. اللي هو يوم لتأكيد المناصرة واهتمام الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات بأنه نعم. نقول يا جماعة الحياة أجمل من دون مخدرات نعم. فعالية هذا اليوم والاحتفال نعم. أنا يعني الاحتفالية دي طبعا مفتوحة وبرنامج يعني برنامج كبير جدا ومتنوع والدعوة مفتوحة نعم. لجماهير السوداني من أراد أن يحضر هذا الاجتماع وهو في قاعة الصداقة وأفتكر دي فرصتنا نحن نهتم بالشباب وعلى الشباب أن يحضر هذا الاجتماع نعم. لأنه هو المعني وهو المستهدف نعم. وطبعا هو يعني أمل المستقبل والذين يعني العصابات المخدرات نعم. تزعى للشباب لأن هذا المشروع الناجح نعم. يعني الشاب يعني بيعيش حياته لسه قدامه نعم. فإنت الآن تعمل مشروع بتعمل في مشروع ناجح نعم. ونحن كذلك نعم. ده مشروعنا الناجح لأنه الشباب مشروعنا هو نعم. مشروعنا ومشروعهم نعم. إذا هي دعوة لكل الشباب ويكون الناس بيشاهدونا بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا نعم. في قاعة الصداقة بالخرطوم والطلاب كذلك والطلاب نعم. حتى الناس الكبار بيتابعونا كل فعاليات فيها معارض